حاضر خلاص خلاص، انا شايف في الحته دي خلاص، انا شايف كده اهو خلاص خلاص. اتفضلوا الست السمانه. خش يا بنتي يا فوق، لو معاكي النقاش ادخل يا استفرشه. حاضر يا معلم. الله، هما فتحوا شارع جديد من شقتي ولا ايه؟ بصي بقى يا ماما، انا عايزه الركنه دي وصدقي مسخسخ. حلوه. والصاله بقى يا ماما عايزاها بقبق مزعرم. ايه بقبق مزعرم دي؟ بقبق مزعرم. بس ايه الريحه على الارض؟ انت ايه، فطران بامبرز؟ فطران بامبرز على الصبح. والسقف بقى يا ماما ماله؟ عايزاه سيراميكا مسلح. اصل معلم قرري اكبر تاجر جديان اللي هيتجوزني، ما عجبتوش غير الشقه دي. قرري قبل ما يجوزك؟ اه. طب انا هستفيد ايه لما تقعدوا معايا هنا في قلب الشقه وتتجوزوا؟ هاخد روز اكس. اسمع بس، بلاش لماطه، تعالى. ما هو ده كان كده وضع كانت لغايه ما نجهز لها شقتها، وبعدين هسكت من عليك الست شهور المتاخرين. بجد؟ اه. لا وايه، وهسلمك الشقه مدهونه ومتروقة. لا ويا تتح، خد التقيلة. ايه، هتسخ فوسي؟ لا يا راجل. امال ايه؟ انت ليك عندي كيلو لحمة ضاني كل اسبوع عشان تبر بيهم نفسك. بجد بالمصر؟ اه والله. لحمة ضاني ضاني؟ اه. خد امدي بقى، امدي. لا طب اديني فرصة افكر، انا موافق. هات. لحمة ضاني ضاني. ضاني. عشان الدنيا تفتح. يلا تتح خلصني. ضاني صح؟ ضاني، يعني عارف طعم الضاني. كمان هنا تتح. ايوه. اهو. خد الفضل. واحدة ليا. اه. وواحدة ليك. بس بعد ما سجلهم في الشهر الوكاري. يا اخي امال ليه بيقولوا عليك ان انت راجل وسخ وسيء السمعة كده؟ مين اللي بيقول كده؟ الحتة كلها تتكلم عليك، بتقول ان انت اوسخ راجل وازبل واحد في المنطقة. انت عمال تلوك معاه في ايه؟ خلصت ولا لسه؟ ها لا ما خلاص، الراجل موافق وكله مضى وموافق على الرحيل. ارحل يا تتح. ايوه ارحل انا، اذا كان علينا خلاص ده ممكن ارحل، بس يعني طب الواد الغلبان المسكين اللي نايم ده على الترابيزه. بقول لك ايه ياما؟ ايه؟ ما تسيبوا له الاوضه اللي على السطح. والنبي ياما. حنيتي يا موكوسه. حسوه. اه. اديله الاوضه اللي فوق السطوح. الاوضه اللي ايه؟ انت بتقولي ايه يا وليا؟ ولولو عليك ساعتين وسكتوا يا بعيد. حسوه. طيب. شخصيتها لذيذه. ممكن تديك بالجذبه. هز المفتاح. هز المفتاح. ما انت خلاص عرفت ان انت مدرسايه. والمعلم راح، والمعلم جه، ويا دوب سلب وجلابيه طالعه ونازع على السلم. حسوه. ما تصحينا هات بالقتيل ده. ايوه ما انت ما تصحوش، ما تزعجوش الولد. الولد نومه خفيف. واسع يا عم، واسع يا عم، واسع يا عم. انت هتفزع الواد ايه؟ الواد لسه صغير. ده بص نايم عامل ازاي؟ هادي. قوم يا هز، قوم. هادي. ايه خير وحيد؟ يلا يا حبيبي قوم. هات هادي. انا صح يا ولد. هادي. هات هادي. ايه خالو؟ يلا قوم، خاطر عشان خاطر احنا خلاص خدنا روف الجاردن اللي على السطح. تعالى هادي. تعالى خش شوف. شايف؟ شوف انت تعرف بمفتاح. في حد في العيلة سال مفتاح قبل كده بميداليا؟ ابوك الله يرحمه كان معلق حدوة حصان في رقبته. إذا شفت يا هادي؟ أثرين راجل كان مزمزع عشان خاطر مش عايز يديني المفتاح، إنما كده خلاص إحنا خدنا. إيه ده يا واد ده؟ بتلفزيون يا خالي. تلفزيون؟ ده تلفزيون؟ مبطط؟ تلفزيون مبطط؟ أيوة يا خالي. وموصل للدرجة دي؟ آه. يا خبر أسود. اسمه ليد. ده حديث؟ ده حديث ده؟ ده اللي يدور بده يا خالي. اشتغل. الحق يا خالي، ده الثلاجة مليانة أكل. هات كل الطعام فورا جديلا. هادي هادي هادي. ايه؟ بص 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 الولية دي، هم الناس دول بجد وجداني ولا ده تصوير؟ أنت عارف لو واحدة منهم دخلت في الشارع عندنا هنا هت خلاص بص تخرج فاقدة الجنسية. طبعا. يا خبر اسود. ايه يعني ثبت؟ احنا هنعيش هنا على طول يا خالي؟ خلاص احنا هنا عبد الرافد.
عارف عبد الرافي؟ قاعدين عبد الرافي بعد عنك مثمار جوحة ودقف قد المكان خلاص. السبع تلاف سنة حضارة بيقولوا لا، عباس الضو بيقولوا لا. هو الراجل ده منزلش الاستفتاء؟ خلاص حد يقوله خلاص، خلاص بقت نعم خلاص. هما الستين سبعين سنة دول مش هيعدوا على كده. طيب وقت ساعات طريق، اتفضل يا فنانين. حلاوتك انت يا جميل يا مشخلع. اتفضلوا يا رجاله، اتفضلوا يا الف مرحب. جيتنا قمص يا معلم. اه سمعوا سمعتكم، انتوا روحتكم على الاخر. دول هيتجوزوا هنا برضو؟ يتجوزوا ايه يا هبل؟ ده انا جاي اقعدكم قاعده كده. روح بس هات لي كوبايتين، اجري. تتح تتح انت ده تتح. ايه يا هازي؟ اصحى يا تتح. اعوذ بالله ابليس ومهمة؟ انتوا معتصمين عندي هنا ولا ايه؟ خليك معايا هنا. ايه في ايه يا حاج عاصف جاي ليه انت؟ بتعرف تطبل؟ اعرف اطبل؟ اه. يعني انت حضرتك جاي تصحيني عشان خاطر تقولي اعرف اطبل؟ اه. لا اسمح لي بقى كده بقى يا معلم حصوه. كده خلاص بقى يا عم حصوه. السجاري النافذ.